ونبتدي اجتماعنا بالصلاة. سيدنا المبارك، نشكرك يا سيدنا من كل القلب، ما من مرة اجتمعنا وجعلنا الرب أمامنا إلا وأكرمتنا جدا، ونبتدي اجتماعنا أكتر مما بالصلاة. نستحق وفوق مما نستاهل. نشكرك يا سيدنا الرب، نشكرك. اجتماعات قد كده بتشهد عن عنايتك ورعايتك واستجابتك، تميل أذنيك وتسمع صلاتنا، تعود وترحمنا، تشفق على شعبك. لذلك يا سيدنا الرب، أنا بحط بين إيديك اجتماع الليلة يا رب. أذكر أخونا سامي بين إيديك يا رب، بوق من خلاله، أعطيه نعمة في الكلام، عزيه وعزينا. أنا بحط بين إيديك يا رب، هناك حاجة ماسة لكل أخ وأخت فينا، وإنت ما تعرفش حاجتنا الفردية، محدش يعرف حاجتنا الفردية غيرك. لذلك رد على أسئلتنا وجاوب كل تخيلاتنا وإنذارنا ومشغوليتنا. أيضا هناك الكثيرين رب وتعرفهم جيدا اللي محتاجين لمسة شفاء، أنا بحط الأمور دي كلها عند قدميك الكريمتين يا رب. وأذكر يا رب كلمتك من خلال أخونا تكون ردا على كل استفسار، وأيضا يا سيدنا الرب تكون لنا نبراسا ونورا، لأن كلامك هو سراج لرجلي يا سيدنا الرب. يا رب أذكر كل أخ وكل أخت موجود معانا في الحجرة، أذكر كل أخ وكل أخت يا سيدنا الرب بيتفرج على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على وسائل الاتصال الاجتماعي. يا رب نشكرك لأجل تحننك ورأفتك وإنفراج الأزمة هنا بالنسبة للكورونا في استراليا. بنصلي يا رب إنك تعمل أيضا يا رب في الشرق الأوسط، ولا سيما في بلادنا يا سيدنا اللي بتعاني من موت كثيرين كل يوم، وبتحصد أرواح الكثيرين وبتمرض الآخرين. يا رب اتحنن يا رب وزيل هذا الوباء يا سيدنا. يا رب اذكر اللي دخلوا في أزمات مادية بسبب هذا الأمر. احنا بنشكي لك يا رب لأن مكتوب عن جلالك إنك حلال المشاكل، صانع السلام. بنضع الأمور عند قدميك الكريمتين يا رب. اذكر الترنيمة اللي هنسمعها الآن، ادينا أذان صاغية وقلوب تشعر بصوت الله ليها. انت بتتكلم بكل الطرق، فاعطينا نفهم طريقتك في توصيل كلامك لينا يا سيدنا الرب. مرة تانية بضع الاجتماع من أول والأخر بين إيديك الكريمتين، واثق إنك هتدينا اجتماع ممسوح بقوة وسلطان وعمل الروح القدس، ولك كل الشكر والسجود يا سيدنا الرب. في الغالي يسوع لك كل الإكرام وكل المجد يا رب، أمين. تعالوا نسمع أول ترنيمة بتقول، من الترنيمة الجميلة، ترجمة
محدش بدون جنبي وانت الاب اللي بتعوم فيه ماشي معايا وبتنجحني مش بترضى في يوم تجرحني بهمك افرح على طول ماسك ايدي ومشغول بيها ده محد أمين أمين يا حبايب الرب أمين. تعالوا نسمع ترنيمة تانية برضو الأخونا المحبوب الأخ منير حبيب. I'm
سيبنا وتبعك عايز اقول لك كتر غيرك ده ما فيش زيك وما فيش غيرك عايز اقول لك كتر غيرك يا يسوع يا حبيبي ما فيش غيرك نسيت الأم رضيعها إلهنا لا ينسانا بل إحنا دايما في تفكيره. تعالوا نسكب قلوبنا مرة تانية ونحط نفوسنا قدام الرب واطلب من أخويا جمال. أخ جمال سمعني أخ جمال أخ جمال طب أخويا الأخ جون نعم يا أخي ميل نعم يا حبيبي ممكن ترفع أخونا ترفع أخونا سامي في الصلاة الرب يديه كلام ممسوح بقوة وسلطان وعمل الروح القدس تفضل يا حبيبي أيوه حبيبي أيوه نعم نعم بقول لحضرتك ممكن تصلي ترفع أخونا سامي نعم نعم تفضل حبيبي يا ربي أبونا السماوي إلهنا الصالح من أعماق القلب جايين نشكرك من أجل هذه الفرصة الجديدة يا رب ومن أجل كل يوم تعطينا فيه فرصة نجتمع من حولك يا سيد الإله يا رب إحنا جايين محتاجين سماع صوتك جايين لأنه يا رب عندنا احتياجات كثيرة مين يملأ الفراغ اللي في القلوب
مين يملأ الحاجات؟ مين يسدد الحاجات إلا شخصك العظيم؟ يا رب احنا جايين بروح واحد نشكرك من أعماق القلب لمراحمك لنعمتك الغنية. نشكرك يا رب من أجل كل حسناتك. أنت إله الحسنات، أنت من يعطي بسخاء ولا يعير. رب احنا جايين نترجاك في هذا المساء أن تحضر في وسطنا بقوة يا رب، وتكلم قلوبنا، وتمسح عبدك من يكلمنا يا رب، أخونا المحبوب سامي. يا رب امسح مسحة خاصة في هذا المساء، وجهز قلوبنا يا رب لسماع الكلمة منك أنت شخصيا. أعطي قوة في جسده، في عائلته، في بيته، بارك خدمته واستخدمه لمجد اسمك في أي مكان وفي أي زمان، ولاسمك الكرامة وكل المجد باسم ربنا يسوع المسيح. آمين. آمين آمين. ربي يباركك أخونا. أخونا الأخ سامي، أعمل أميوت لحضرتك. يا حبيبي تفضل يا حبيبي، المايك مع حضرتك، الرب يقودك يا حبيبي ويعطيك كلام ممسوح بقوة وعمل الروح القدس. تفضل. شكرا حبيبي. مجدا للرب يسوع المسيح. خلونا حبايب نقرأ جزء من كلمة الله من سفر التثنية صح 1 من عدد 6 إلى عدد 8. بيقول الكتاب في سفر التثنية صح 1 من عدد 6: الرب إلهنا كلمنا في حوريب قائلا، كفاكم قعودا في هذا الجبل، تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. انظر قد جعلت أمامكم الأرض، ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم. آمين آمين. عنوان رسالة الرب لينا في هذا اليوم: أوامر إلهية في نهاية البرية. أوامر إلهية في نهاية البرية. وأنا الحقيقة مشغول ان احنا ناخد بالنا من كلمة نهاية البرية. ليه انا بركز على حكاية نهاية البرية؟ لان حقيقة الامر احنا بننهي البرية، احنا اقترب جدا 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 مجيء الرب يسوع المسيح، والبرية اللي احنا معديين فيها دي داخلة في النهاية. عشان كده ناخد بالنا من أوامر الرب في اليومين الأخيرين دول، أيام أخيرة والرب بيكلم. خلونا عشان نفتاد الوقت في سفر التثنية 1 وعدد 6 يجي الأمر الأولاني من الرب. بيقول الرب إلهنا كلمنا في حوريب قائلاً، كفاكم قعود في هذا الجبل. يبقى الأمر الأولاني في نهاية البرية، في الأيام الأخيرة في البرية قبل مجيء الرب يسوع، بيقول كفاكم قعود في هذا الجبل. لفت نظري أن الرب بيطل على شعبه كده يقول له كفاياك قاعدة، كفاياك تراخي، كفاياك أنك أخدت على البرية وأخدت على القعدة في البرية، لكن ده مش متناسب معاك ولا ده اللي أنا مخططه ليك
ولا ده فكري بالنسبة لك. فكر الرب بالنسبة لك بيقول كفاكم قعودا، كفاكم تراخي، كفاكم ان احنا لا نتقدم ونكمل الخطة الإلهية. لينا خطة من قبل الرب، فيها صعود، فيها تملك، فيها أرض جديدة. علشان كده نسأل الرب، ليه يا رب أمرك بيقول كفاكم قعود؟ بسرعة كده هنقول شوية أسباب أن الرب بيقول كفاكم قعود. السبب الأولاني يطل على شعبه كده ويقول له كفاكم قعودا لأنك اتحررت، لم تعد تحت عبودية فرعون، أنت لست عبدا بعد. والكلام ده الرب بيوجهه لكل واحد في الغرفة دلوقتي أو سمعنا على اليوتيوب. أنت بعد ما تعرفت بالرب يسوع المسيح لم تعد عبدا، أنت ابنا. طيب إيه العلاقة بين كفاكم قعودا وكونوا عبد أو كونوا ابن؟ أسأل حضرتك سؤال، لو جبنا عبد وسألناه تطلع تشتغل ولا تقعد، يا ترى العبد يختار ايه؟ على طول العبد مش هيفكر، العبد يفكر يقعد. ليه العبد يفكر يقعد؟ لان العبد بيشتغل لصالح سيد غريب بالنسبة له. لكن الابن لا، الوضع مختلف، الوضع مختلف. الابن يقول له في إنجيل متى 21، يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. الابن بيشتغل في كرم أبوه، بيشتغل في ملكه، في ملكيته، وملكية أبوه هي ملكيته، لأن احنا صرنا ورثة الله وورثة مع المسيح وكل شيء، فاحنا بنشتغل في الميراث بتاعنا. والرب النهاردة بيكلم كل واحد عن المقام الجديد اللي استمتعت بيه لما تعرفت بالرب يسوع المسيح. أنا مش عبد، أنا بقيت ابن ووارث للمجد. عشان كده كلمة الرب بكل وضوح بتقول كفاكم قعودا. القعود هو أسلوب وحياة وتفضيل ورغبة العبيد، لكن الأبناء بيروح يشتغل في كرم الرب، لأنه هو والرب أصبحوا واحد. طيب بكل سرعة، إيه السبب الثاني لأنه بيقول لنا كفاكم قعودا؟ كفاكم قعودا لأن أمامك أرض للامتلاك. في أرض للامتلاك، الرب باعت خير كتير جدا جدا جدا. في سفر التثنية صح واحد برضو وعدد 8 يقول له انظر قد جعلت أمامك الأرض، ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم إبراهيم وإسحاق أنه يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم. علشان كده الرب شايف الخطة وشايف أن جه معادها. وأنا عايز أقول لكل نفس ليا ولكل الحاضرين، الوقت ده مش وقت أعاد، ده وقت أن احنا نتملك أرض جديدة في عمل الرب، نفوس في عمل الرب، إمكانيات جديدة في عمل الرب، عطايا جديدة الرب أعدها لينا.
علشان كده الرب يكلم يسوع كلام قوي جدا بخصوص انه يقوم ويتملك. في سفر يشوع صح 13 وعدد 1 يقول تعبير رائع جدا. بيقول الرب بيكلم يشوع بيقول له انت قد شخت وتقدمت في الايام وقد بقيت ارض كثيره للامتلاك. كلام واضح. انت قد شخت وتقدمت في الايام وبقيت ارض كثيره للامتلاك. يعني ايه بقى؟ يعني الرب بيكلمني وبيكلم كل واحد بيقول له ان في امكانيات كتيره جدا انا مخططها لجلالك، والعمر مش كتير والايام مش كتير، فاستغل العمر واستغل الفرصة واستغل الأيام علشان بقيت أرض كثيرة للامتلاك. عشان كده الأمر الإلهي كفاكم قعودا، لأننا أبناء ولسنا عبيد. العبيد هي اللي تحب تقعد، لأننا الأيام اللي باقية قليلة، والخير والبركة والإمكانيات والأرض كتير. فالرب يقول له قوم وامتلك. يا يسوع، الرب بيقول له يا يسوع عمرك مش مكفي البركات اللي أعدها الرب ليك فلا تتراخ. ده السبب التاني. لكن السبب التالت، احنا لسه في أول المشوار. احنا لسه في اول المشوار. الرب يقول لي ايوه لسه في اول المشوار. الرب بيكلم موسى والشعب، وموسى كان قارب على 100 سنة. موسى وهو عنده 100 سنة. الرب يقول له ايه؟ امامك جبال للامتلاك. يا رب انت بتكلم واحد عنده 100 سنة تقول له يلا اطلع عشان تمتلك جبال، لكن يرد علينا كالب ابن يفنة صاحب الإيمان القوي، لا يحسب العمر بالسنين الشمسية الأرضية. أعمارنا لا تحسب بالسنين الشمسية الأرضية يا حباي، ما تحسبهاش النتيجة الشمسية الأرضية دي. كالب بيعلمنا وبيقول لليشوع في سفر يشوع صح 14 وعدد 12 أعطني هذا الجبل الذي تكلم الرب عنه. عايز أسأل حضراتكم، هو يشوع، هو كالب في الوقت ده كان عنده كم سنة؟ شفت بقى الرب بيكلم 120 ناس معدية وصلة للـ120 وبيقول له هو وعدني كفاكم قعودا وامسك في الوعد الإلهي. الوعد الإلهي بيملكك جبال النهاردة. بيقول لك كفاكم قعودا، لأن إحنا لسه في أول المشوار، لسه في امتلاكات وجبال وأمور عظيمة جدا. يعني الرب بيحط عنوان للفترة اللي إحنا عايشين فيها ديت، بيقول لك الجبال مستنياك. ده تالت سبب، ولسه في أول المشوار. لكن أقول لحضراتكم سبب رابع لأمر الرب كفاكم قعودا، قم استمتع بوعود الرب ومعيته الإلهية.
قم استمتع بوعود الرب ومعيته الإلهية. الرب بيسأل شعبه كده، بيقول له لما كنت في مصر في أرض العبودية، يا ترى أنت فاهم أن أنا كنت معاك ولا أنت ما أنتش فاهم أن أنا كنت معاك؟ كنت مدرك أن أنا معاك ولا ما كنتش مدرك؟ الرب يمكن يوفر علينا الرد ويقول له أنا عارف أن الضغوط كانت جامدة عليك جدا وأنت في أرض العبودية، فما كنتش قادر تستمتع بوجودي معاك ومعيتي معاك، مع أن ما فيش لحظة أنا تركتك. الرب بيعلن أنه مش بيتركنا أبدا، لكن مرات الضغوط والظروف والعالم المحيط والعدو المقاوم والعدو لما يحاول يستعبد أولاد الرب يعمل عليهم ضغوط، فتخليهم مش مستمتعين بالمعية الإلهية. فالرب بيقول النهاردة الأمر الإلهي كفاكم قعودا، قوم اصعد امتلك الجبل وأنا معاك، واستمتع وانت بتملك، استمتع بالمعية الإلهية. أنا عايز أقول النهاردة حبايب، أحلى شيء في حياتي وحياتك وحياة كل مؤمن أنه يلمس الرب في حياته، يلمس الرب في مخدعه، يلمس الرب في خدمته، يلمس الرب في البركات اللي الرب بيديها له، يلمس الرب في الأزمات اللي البرية بتحطها في حياته. فالرب بيقول له ما كنت في العبودية ما كنتش عارف تستمتع بي، لكن أنت وأنت حر النهاردة أنت بتستمتع بالمعية بالرفقة بالمسيرة معايا. يقول له أنا كنت ماشي معاك طول البرية ووصلنا خلاص لآخرها. نشكر الرب إن إحنا وصلنا لآخرها، نشكر الرب إنها أيام أخيرة، وخلينا في اليومين اللي باقيين أقول له افتح عيني عليك ومتعني بحضورك ومجدك ولمساتك وهمساتك في أذني. يا حبايب خلونا نستمتع بالرب وهو ماشي معانا. كفاكم قعودا، كفاكم قعودا، لأن القعود القعدة سلوك العبيد، لأن أمامنا أرض للامتلاك. كفاكم قعودا لأن إحنا لسه في أول المشوار وقدامنا جبال للامتلاك. كفاكم قعودا، ويلا نستمتع بالرب اللي ماشي معانا. لكن خلينا ناخد الأمر الثاني اللي الرب أصدره، وده موجود في إصحاح 2 وعدد 3، سفر التثنية إصحاح 2 وعدد 3، بيقول لهم كفاكم دوران بهذا الجبل، كفاكم دوران. غريب قوي الأمر الثاني ده، كفاكم دوران بهذا الجبل. لما تبحث في طبيعة الرب إلهنا تلاقي أن الرب إلهنا طبيعته الاستقامة، طبيعة الرب إلهنا الاستقامة. لما يتكلم ويوصف لنا عرش الرب إلهنا في حزقيال 1:9، وأنا أحب أن الأحبة يراجعوا الشواهد ديت ويشوفوا المكتوب عن الرب إلهنا. يتكلم عن الكروبيم حملت عرش الرب، اللي شايلين عرش الرب، بيقول عنها إيه؟ لم تدر
في سيرها. يعني ما بتلفش. والرب النهاردة بيصدر أمر واضح وصريح ليا ولكل مؤمن ولكل اللي حاضرين، بيقول كفاكم دوران اللف والدوران. الرب مستقيم، حياته مستقيمة، عرشه مستقيم، حملت عرشه لم تضر في سيرها. يا أحبة، زي ما الآية اللي ظهرت قدامنا دلوقتي، الرب يسوع المسيح لما جه يروح أورشليم ثبت وجهه نحو أورشليم. يعني الرب عايزنا في خط مستقيم كما كانت حياته وخططه وأفكاره مستقيمة. تعبير جميل جدا يتقال عن إلهنا وارد في رسالة يعقوب صح 1:17. بيقول إيه عن إلهنا في رسالة يعقوب صح 1:17؟ بيقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يركز الكتاب عن الرب إلهنا على نقطتين: لا عنده تغيير ولا عنده ظل دوران. يبقى حكاية ظل دوران دي اللي بيركز عليها، أيوة، لأن الظل مرتبط بالدوران. كل ما يكون في حاجة بتدور تعمل ظل. ليه؟ لأن الظل معناه اختفاء النور. الظل معناه اختفاء النور. فلما يكون في حد بيلف بيبقى له ايه؟ بيبقى له ظل، الظل بتاعه بيبان. والظل معناه حجب النور، حجب النور. لما توقف عصاية الساعة 12 الظهر تحت الشمس ما تلاقي لهاش ظل. ليه؟ لأن الشمس والعصاية على استقامة واحدة. لما يكون الشمس والعصاية على استقامة واحدة ما يبقى لهاش ظل. علشان كده أحبة، الرب عايز استقامة. إيه العلاقة في الموضوع ده؟ ما يا حبيبي، اللف والدوران بتاعي بيحجب نور الشمس، نور شخص الرب يسوع المسيح. اللف والدوران بتاعي بيخلي الناس مش مستمتعة بالكلام اللي اتقال عن الرب يسوع في إنجيل يوحنا صح 1، أن النور قد جاء إلى العالم. الدوران، اللف، سامحوني ولا تزعلوا مني، المكر، الخبز، كل ده دوران، لف ودوران. بيعمل ايه؟ بيحجب نور الرب يسوع اللي أنا موجود في البرية عشان أعكس النور ده. أنا مش صاحب النور، لكن أنا بعكس نور الرب يسوع المسيح. فالرب مش عايز دوران، مش عايز حجب للنور، عايز مجد الرب يعلن. مجد الرب يعلن بالاستقامة، مجد الرب يعلن بالنقاء، مجد الرب يعلن بأن أنا أكون واضح وصريح. شوفوا يا حبايب، لما يجي الرب يعلن عن نفسه في إعلان واضح وصريح في سفر الملوك الثاني صح 20 ابتداء من عدد 8، نشوف كلام الرب لحزقيا الملك.
يقول له إيه بقى؟ يقول له أنا أضفت إلى عمرك 15 سنة، طب اديني علامة. قال له هو الظل بيمتد ولا بينحسر؟ قال له بيمتد، ظل الدرجات بينزل. قال له أنا هقلل الظل ومدد النور. هتعمل ايه يا رب؟ قال له هرجع ظل الدرجات. يعني ايه هرجع ظل الدرجات؟ يعني الظل ينحسر، الظلمة تنحسر، والنور يمتد. لو حد في وسطنا مش واخد باله من القصة دي، بسرعة كده في نهاية حياة حزقيا الملك الرب بعت له قال له صلي اوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. فوجه وجهه للحائط وصلى وطلب من الرب انه يمدد في عمره، والرب استجاب الطلبة. تقدر تقراها في سفر ملوك الثاني صح 20. وقال له هديك علامة ان انا استجبت لطلبتك. ايه العلامة؟ اعلان نور. الظل ينحسر والنور ينتشر. النور لما بيخش يا حبايب بيقهر الظلمة. النور يعني بطبيعته بيقهر الظلمة. علشان كده في رسالة تسالونيك الأولى صح 5 وعدد 5 يقول جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. ملناش دعوة بالليل والظلمة، احنا أبناء نور وأبناء نهار. طب ونعمل ايه؟ قال خد بالك اسلكوا في النور، اسلكوا كأولاد نور. الرب بيكلمنا النهاردة كفاكم دوران. ده الأمر الثاني في نهاية البرية، كفاكم دوران. النور بيعلن عن الرب يسوع المسيح، ما تخبيش الرب يسوع المسيح باللف والدوران. والرب يدينا تحذير من التستر بالظلمة. في إنجيل لوقا صح 12 وعدد 3 يقول لي كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وكل ما كلمتم به الآذان في المخادع ينادى به على السطوح. يعني إيه بقى؟ يعني ما خد بالك اللي انت الظلمة اللي انت شايفها وبتستتر بيها دي مش بتاعتك، دي بتاعت العالم، ما تستخباش في الظلمة. حبايبي خلونا نتفق على ان اعمال الجسد الرضية تحتاج ظلمة. فالطمع عايز ظلم، النجاسة عايزة ظلم، السرقة والنهب والأمور الغلط كلها عايزة ظلمة. عشان كده في إنجيل يوحنا صح 12 زي ما قلنا وعدد 35 السير في النور وصي، فسيروا ما دام لكم النور. وصية نحن نسير في النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلمة لا يعلم إلى أين يذهب. كفاكم دوران، الدوران يحجب النور. عايز أختم كلامي معاكم بأن الدوران الرب شايف إن هو مش بتاعنا، مش بتاع أولاده. الدوران ده بتاع، سامحوني في التعبير، الفئات الأقل وهي
من فئات الحيوانات. فالحيوان هو اللي يدور في السعي، يسخر ويستعبد ويبقى داير في السعي. لكن سامحوني ما اقدرش اقول الحقيقة دي الا لما افتكر اختبار شمشون، لما الخطية والظلمة خلاته يدور في بيت السجن، كان بيلف يشغل الطاحونة. ده مش مكانك يا شمشون، انت مفرد، انت شخص نذير، انت شخص ليك مكان تاني خالص. ايه اللي بيدورك كده؟ ايه الخطية؟ الظلمة. أمر الرب لينا انطلاق في الخدمة، كفاكم قعود. أمر الرب لينا استقامة، كفاكم دوران. استقامة في القلب، استقامة في الخفاء وفي الظاهر. واضح لينا الرب في كلام النهاردة. أنا خلصت كلامي مع حضراتكم، أذكركم بس بالشاهدين. الشاهد الأولاني تثنية 1:6، كفاكم قعودا في هذا الجبل. الشاهد الثاني في تثنية 2:3، كفاكم دوران لأن الدوران يحجب النور. الرب يشتغل في حياتي وفي حياتي وفي حياتكم ويبارككم، وأتمنى أن احنا كلنا نقوم ونمتلك البركات اللي الرب أعدها لينا، وله كل المجد. آمين. آمين. رب يباركك أخونا سامي، دايما مستخدم لمجد. تعالوا فرصة كده مع بعض، يعني اسكن قلبك قدام الرب وقول له بصراحة كده يا رب، أنا ياما لفيت ودرت، سامحني يا رب، واديني يا رب إن أنا أعيش حياة الاستقامة. الرب يحبش أحبائي اللف والدوران أبدا. اللف والدوران ده مش من سلوك المؤمنين، ده سلوك الكذابين اللي يقول عنهم الكتاب ليس لهم مكان إلا في بحيرة النار، الكاذبون. الرب عايزنا أحبائي أيضا كفانا قعودا، لأن أمامنا أرضا كثيرة للامتلاك. أنا بصلي كده أنا وإخواتي كده وأقول يا رب يا رب، قد ايه بقالنا قد ايه ما ربحناش نفوس، بقالنا قد ايه ما امتلكناش ارض جديده، قاعدين قعودا في الجبل. يا رب لتنطلق قوتك من كل اخ وكل اخت فينا قعد وسمع الكلام ده، يكون انطلاقه جديده لان نمتلك ارضا جديده باسم يسوع، لنكن عبيده مثمرين. الرب يسوع في الثلاث سنين وتلت اللي قعدها على الأرض في بشارته ربح الآلاف، والتلاميذ اللي كانوا 12 تلميذ فتنوا المسكونة. الواحد بيخجل أمام هذا الكلام الحقيقة، يقول له رب أنا عملت إيه؟ أنا جبت لك مين؟ فتش الأرض اللي امتلكتها امبارح، الأرض اللي امتلكتها النهاردة. عايزين نصلي مع بعض كده وناخد دقيقة نقول له رب أنا عايز أمتلك أرض جديدة، أنا لسه في أول المشوار. يا رب اديني زي ما سمعت أستمتع بوعودك الإلهية ومعيتك المقدسة ليا يا سيد الرب. تعالوا كلنا كده ونحن لحظات اعتراف
نقول له يا رب جدد الأمل الليلة يا رب بحياة استقامة، بحياة امتلاك، بحياة قوة ورفعة جديدة. وبينما نحن في روح الصلاة أرجو من أخويا الأخ جورج. أمين. قلنا حبيبي في صلاة باسمه المبارك حياة كل أخ وكل أخ فينا. تفضل يا حبيبي. يا ربنا المبارك، بنشكر جلالك من كل القلب، وانت المسطرة اللي بنمشي عليها ربنا. يا من جلالك كنت تقضي الليل كله في الصلاة، وتقوم باكر جدا يا سيدنا الرب. مكتوب عن جلالك الذي جاله يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط إبليس. يشهد بولس لتيموساوس عن الشهادة الأمينة لجلالك أمام بيلاطس، ولم تنكر نفسك، وأيضا شهدت أمام الجميع. يا ربنا نشكر ليك جلالك واستقامتك اللي هي مثل لينا. إن كان العهد القديم يكلمنا عن الأثار، لكن بطرس يقول لكي تتبعوا خطواته، لأنك ماشي معانا. أنا أسير قدامك، ونحن نتبع رعينا الأمين. بتدوري على الراعي، امشي على آثار الغنم، لكن أصبحنا ربنا لحم من لحمك وعظم من عظامك. شكرا ليك يا رب. يا رب القلب بيزيغ وانكشف يا ربنا أمام الأمانة الإلهية. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. وعبدك تقول لملاك الكنيسة فستعلم جميع الكنائس أني أنا الفاحص الكلى والقلوب. يا رب شكرا ليك يا من غسلتنا بدمك، غسلت القلب يا ربنا. نعم اشكرك من كل القلب لأنك دفعت فينا دم غالي وثمين علشان تنقينا. واللي بيثمر وثابت في الكرمة تنقيه لكي يأتي بثمر أكثر. علمنا حياة التضحية مثل جلالك يا من قلت إن لم تبح، إن لم تقع حبة الحنطة وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. يا ربنا علمنا إزاي الأمانة أهم من النجاح، وحياة التقوى يا سيدنا الرب في الخفاء ده اللي انت عايزه يا ربنا. بتدور على الأمناء ورجل يقف في الثغر. شكرا ليك يا سيدنا الرب لأنك حي وتسمع صلاتنا الآن وموجود فيما بيننا الآن يا سيدنا الرب. بارك عبدك من بركتنا فيه، عبدك الأمين عشرات السنين يخدم جلالك. يا ربنا كافئه واعطيه يا ربنا حسب احتياجه بل حسب غناك في المد. اذكر يا ربنا إخوتي في كامبلتاون، عظم الصنيع معاهم يا ربنا. بارك الطلبات يا سيدنا الرب اللي بنضعها أمامك. شكرا ليك لأنك موجود الآن وتسمع، ونأتي إليك بكل ثقة وإيمان إلى عرش النعمة، واثقين إن لينا رحمة، لينا نعمة، عونا في حين. أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطي الطعام في حين. شكرا ليك لأنك بالإيمان سمعت واستجبت. لك الكرامة وكل البشت. آمين آمين آمين, آمين. الرب يباركك صلاتك يا أخونا جورج. بنشكر الله لأجل الكلمة الثمينة اللي وجهها لينا الرب النهاردة على لسان أخونا المحبوب أخونا الأخ سامي. الرب يستخدمك بكل قوة يا أخ سامي في كل مكان تذهب إليه، ويرفعك على الأزرع الأبدية، ويعطيك دائما كلام حسب الحاجة، معطي نعمة للسامعين. شكرا. الرب يباركك حبيبي.
جات لي دلوقتي طلبه لاجل اختنا الاخت ايمان هلسه، الرب يلمسها لمسه شفاء من مرض الكورونا ويقومها بالسلامه بنعمه المسيح. هنضمها لليست الصلوات اللي عندنا مع اخوه كامبل تاون، الرب يشفيها. تعالوا في الختام نسمع الترنيمه الجميله ديت. انت ليك يا رب في حياتنا خطه عظيمه مدبرها لنا، انت مش عايز حد فينا ابدا ليل نهار قاعد مستقر على درديه، بل عايزنا نقوم ونستمر في مسيرتنا، لان زي ما سمعنا هناك ارض كثيره للامتلاك. امين. هم خبزنا الرب. Thank you.
أمين أمين. هو يبدل الرماد، هو يحول الحزن والنوح إلى فرح وترنم، هو يحول قعودة إلى مكسب وغنيمة من عدو الخير كل يوم. ربي يدينا نعمة أحبائي لكي ما نعمل بما سمعنا، ويبارك أخونا من أفادنا، أخونا الأخ سامي، ومرحب بيكم جميعا، وأهلا بالأخ سمير معانا. ربي يباركك أخ سمير. الحقيقة أحب في طلب انطلب مني وأنا بقوله لحضراتكم، لأن الأمر يصعب علينا جميعا، لينا أحبة وإخوة وأهل وأصدقاء وإخوة للرب في مصر بيموتوا مش لاقيين الدواء بسبب نقص الدواء. في إخوة محتاجين كتير، فإحنا عاملين نظام في جمعيتنا كل 3 شهور اللي الرب بيسقله بأي فلوس بنبعتها للدول العربية اللي في حاجة، اللي في عوز. وإحنا عارفين إن تقريباً كل الشرق الأوسط دلوقتي في عوز شديد جداً، فإحنا عاملين حساب على الحساب للكنيسة مخصصينه، هحطه قدامكم دلوقتي على الشاشة، اللي الرب يسقل على قلبه الحساب اللي باللون الأحمر. ادفع ما يرشدك إليه روح الله، واكتب جنب منه تبرع، فإحنا بنعرف على طول إن ده رايح للتجميع اللي بيبقى مرة كل 3 شهور لإخوة الرب المحتاجين في بلادنا العربية. أما الحساب اللي بالأسود ده لتسديد احتياجات الكنيسة، وعايزين نصلي لأجل الأرض اللي جنب الكنيسة بتكلفنا كتير جدا، والمؤجر اللي كان فيها سابها بقاله تقريبا 3 شهور دلوقتي، نصلي الرب يبعت مؤجر تاني حتى ما يسدد أعواز القديسين. الرب يبارك عطاياكم، والرب يبارككم. النهاردة الرب باركنا جدا، وكما باركنا هو يباركنا وسيباركنا أيضا. ما تنسوش بكرة بعدنا بنعمة المسيح الساعة 7:30 مع أخونا المحبوب الدكتور سامح عزيز، والحلقة 4 في موضوع علاج الخطية اللي هو الخلاص في شخص الرب يسوع. الحلقات بتبقى شيقة والاجتماع بيبقى جميل وبنتعلم وبنستفيد. أنا أنصح الجميع تعالى وادعوا آخرون. الحلقة أيضا بتذاع على اليوتيوب على موقع الكنيسة Campbelltown Arabic Baptist Church. يوم الأحد الاجتماع الساعة 11:30 صباحا بتوقيت سيدني، اللي هو بيبقى الساعة 2:30 صباحا بتوقيت القاهرة، أو بيبقى الساعة 3:30 مساء باليوم اللي قبله اللي هو يوم السبت بتوقيت نيويورك. يوم الاثنين ويوم الأربع اجتماعات الصلاة، بنيجي بنسكب شكوانا وبنتسابق بأننا نقدم الشكر والحمد للإله الذي يستحق كل شكر ويستحق كل حمد، وأيضا بنشكره على الاستجابات الكثيرة وعمله وصنيعه اللي بيعمله معنا. برحب بالإخوة جميعا، ولا سيما الإخوة اللي من أوفرسيز، خادم الرب أخونا الأخ سمير، خادم معروف في وسطينا والرب بيستخدمه في جمعية كامبلتاون. أهلا بك يا أخت موجة، سلامتك يا أخت أمان، الرب يرد لك صحتك. بنشكر أخونا الأخ سامي مرة تانية، وأهلا بك أخ جورج، وأهلا بأخويا الأخ فايز. أنت عندك الساعة بقت 4:30 دلوقتي ولا 5 أخ جورج؟ الرب يقويك ويشددك دايما. أهلا بيكم جميعا. دلوقتي كلنا نعمل أميوت، نسلم على بعض، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. سلام ونعمة الرب تكون معكم جميعا. آمين. أهلا يا جورج، معك حبيب صباح الفل حبيب أخ سامي، هللويا. أيوة كده، صباح الخير عليكم جميعا. أهلا أهلا. الآيات الجميلة اللي بتبعتها جورج، البركة فيك، أنت اللي بتحركنا حبيبي، بتفرق.
بتساعدنا ربنا. انت اخويا كبير عمرك. ربنا يبارك سامي. اهلا مين اخويا فهم؟ امير. اهلا اهلا. ازيك يا اخي امير؟ تمام. صوت الكروان ده الله يخليك ربنا يباركك. سلامتك يا امير. صباح الفل. عايز اشوفك في اسكندريه مين؟ هنيجي قريب باذن الله. طيب لما تيجي كلمني. لا حاضر باذن الله. حاضر يا اخ سامي. الف سلامه ليك يا اخي امين. الله يسلمك. ازي اخبارك اخ سعيد؟ فرحان ان انا اسمع صوتك كده والاقيك بخير وبركه. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. ازيك؟ يحافظ عليك. الله يخليك. الرب يباركك يا اخ سعيد. يباركك ربنا. انا كنت عاوز اقول لك على حاجه. اقول لك انت يعني حطيت في بالنا ان الانسان لما بيعمل بيعمل في حقله، هو حقل الله هو حقله، لان الاثنين واحد، فبيشتغل لنفسه يعني لانه ابن وليس عبد. خلاص دي هي النقطة الجوهرية اللي أنا خرجت بيها، وهي جميلة جدا جدا. ربنا يباركك. ربنا يباركك. شكرا يا سامي. شكرا. ربنا يباركك. بس أقول لحضرتك على حاجة بقى تانية اللي هو الظل. يعني حضرتك اديت مثال الظل. هذا المثال ينطبق على البلاد عندما تكون واقعة في أحد المدارين، مدار السرطان أو مدار الجدي، والشمس متعامدة عليه. أما غير كده فالظل بيظل طويل طول النهار مدام أنا بعيد عن المدارين الاثنين، السرطان أو الجدي. فمعلش يعني حتة جغرافية. فدي مثلا ممكن تقولوا للذين هم في إيه؟ في نفس الوضع في الصيف مثلا. عندنا في مصر مثلا الشمس بتكون على مدار السرطان، فبتنطبق أكثر على الصعيد وليس على بحر. ربنا يبارك. الله يخليك. فمعلش يعني ممكن هتلاقي أمثلة تانية لإيضاح إن الإيه، إن الدوران يبعد الوصول إلى الهدف، وبيضيع الهدف من الإنسان بغير الطريق المستقيم، اللي هو المعنى فيه ليس معنى الأرجل، وإنما هو معنى الإيه؟ الإخلاص. الإخلاص في الاتجاه إلى ما هو يشبع قلب الله. أمين. حبيبي أخ سعيد. حبيبي. حبيب أخوك. أخ سعيد عسل. الله يخليك. حلوين. يبارك أخ ربي. يبارككم جميعا. أخويا جورج الحبيب و صلواتك وخدمتك وكل حاجه حلوه. اهلا حبيبي. كيف صحتكم؟ وحشنا اخ جورج. اخولك جورج. كيفكم جميعا؟ بنصلي لك جميل كل يوم صدقني حبيبي. الله يخليك. الله يخليك. تفضل حبيب قلبي. ازيك يا جناب القسيس؟ كيفك يا اخ جون؟ عمال اقول لك يا اخ جون يا اخ جون وانت مش سامعني خالص. لا انا صدقني ما هو، لانه الجميع يتكلمون معا وانا شويه يعني وداني شو. ربنا يباركك يا اخ جون. حبيبي شكرا. امين يا رب. ربنا يباركك. تفضل يا اخ اسيس، بدك تسالني شيء؟ لا انا بسال. انا كنت بسال عن بتكلم عليك. شكرا. ربنا يباركك حبيبي. تعيس يا حبيبي. ربنا يبارككم. الرب معاك. ربنا يبارك. الرب معاك وحبايب. شكرا يا حبايب. معاك يا سامي. ربنا يباركك ويبارك خدمتك يا رب ويحفظ عليك من كل الامراض. اهلا اخونا جون. كيفك حبيبي؟ رجل الاطفاء والاسعافات. هللويا. سريعه يعني. ربنا يباركك يا حبيبي. ما بنحرم منك ومن روحك الجميلة في خدمة الرب. أنا النهاردة كان عندي بنتي وجوز بنتي فبيتكلمهم، فقلت لهم هو الرب ما خلناش محتاجين. وبعدين أنا لما بقول للأخ جون ده معرفتنا دي بتتعب اللي عرفنا، فقال لا إحنا مش بنخدمك أنت. بقى ردك أنت، قلت لهم ده رد لأخويا جون. قال لي أنا مش بخدمك أنت،
أنا بقدم الرب نفسه، يعني اللي بيقدم خدمة فهو بيقدمها للرب مش باصص إلى الشخص ذاته. فكل يوم بنتعلم عمليا منك يعني ومن الإخوة الطيبين يعني. رب يباركك يا أخ سعيد. الله يخليك ويبارك. شكرا. أقل واجب يعني ممكن أقدمه للإخوة لا بصراحة يعني أنا أشهد وربنا اللي شاهد يعني وشايف. ربنا يباركك. بس بعد اذنك اخويا شو نسلم بس على الاخت ايمان عشان هي معانا والخبر لسه وصلنا النهارده الصبح. يا تفضلي تفضل حبيبي. تقريبا خرجت. يا طلبت متاخر انا، كان المفروض اطلب من دي. انا اسف. نسال لها الرب يشيل عنها الكورونا. امين امين امين. صباح الخير اخويا ايميل عطا الله. انا حبيبي ازيك. والخدمه المباركه ربنا يباركك ويديم الخدمه دي دايما ويجعلك مثمر دايما يا رب. امين يا اخي ايميل. انت واهل بيتك وكل اللي حواليك وحبايبك جميعا يباركك ربنا. حبيبي خشون ازيك يا خشون؟ اهلا يا اخي ايميل، كيفك حبيب القلب؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل، نشكر ربنا زي الفل. له كل المجد إلهنا. هذا خبر حلو إنه أنت زي الفل، دي حاجة حلوة. أخ إبراهيم إن شاء الله خير. نعم سلامتك يا أخ إبراهيم، إن شاء الله تكون بخير كل الأمور. نشكر ربنا الحمد لله زي الفل. الحمد لله يا أخ إبراهيم، الحمد لله. نشكر يسوع. أخي ميل عطلنا، أنا جبت الحتت بتوع طعم لا يخطبونا. الحمد لله نشكر يسوع. شكرا على سؤالك. لا ازاي يعني الله يخليك وعلى كل انسان بيعيا بالكورونا بتاع دي، ربنا يحشها بقى عن العالم كله يا رب. امين. انا بقول يمكن الكورونا دي بعد فتره هتتحول الى اكنها فلو يعني عادي يعني.